لقد ميز الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأمور متعددة، فمما ميزت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم ميزت بالأحكام التي حسدها عليها الأمم السابقة، فهم محسودون على القرآن الذي أنزله الله عز وجل لهم، محسودون على يوم الجمعة التي دلوا عليها وضيعها الآخرون، محسودون على رمضان وعلى العيد وعلى غيره. ميز الله عز وجل هذه الأمة بأن جعل لها جزاء في الآخرة لم يجزه أحد من الأمم قبلنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما مثلكم ومثل الذين قبلكم إلا كرجل استأجر ثلاثة أجراء، فأما أحدهم وهو الأول منهم فعمل من أول النهار إلى انتصافه ثم مل فأعطوا درهما درهما، وأما الثاني فعمل من انتصاف النهار إلى العصر ثم مل فأوتوا درهما درهما، وأما الثالث فعملوا من العصر إلى غروب الشمس فأعطوا درهمين درهمين. فقال الأولان: عملنا أكثر مما عمل الآخر وأوتينا من الأجر أقل، فقال: هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذا فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عملها أقل وعمرها أقصر، ومع ذلك فإن أجرها عند الله عز وجل أتم وأكمل، بل هم أكثر من يدخل الجنة يوم القيامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. وهذا من فضل الله عز وجل واختصاصه ومنته وإحسانه بهذه الأمة.